هنطلع 26 و27 و28 وبالمركز الانطره ده هيكون التصوير وسيد النائب اخويا عصام منسي والساده اللواء اللي انا بتعهد لكم جميعا وانا اقدم ايدي اخواتي واهلي وبرنا العائلات الكبيره والقبائل وكل دعواتهم العائلات في الاسماعيليه والمراه الاسماعيليه والمراه الانطراويه اللي ربطني وانا نديتاك لامراه مصريه بديلها بالفضل عليها رحمه الله هي وابائنا وامهاتنا بتعهد لكم جميعا. في هذه اللحظات الرجل اللي يعني انا بتعلم منه وبتعلم منه كتير وهو من الشخصيات الوطنيه ابن هذا المكان مش عايز اقول لكم اهتمامه بنجاح هذا المؤتمر قد ايه تحيزا وتعصبا لمكانه وده امر محمود جدا فيه ودايما يقول القنطره غرب رقم واحد عارف كل حاجه وخلانا كلنا نحب القنطره غرب الحب لهذا المكان. انا بقدم لحضراتكم دلوقتي منصف عام حملت كلنا معاك من اجل مصر الاسماعيليه الاستاذ احمد العيدي. ان هو ده مركز القنطره غرب. الحقيقه عمري ما كنت قلقان ابدا على استحقاق انتخابي لصالح الدوله المصريه طول ما اهالينا في مركز القنطره غرب ورانا ومع الدوله المصريه. بحييكم مره ثانيه. لو اتكلمنا باختصار شديد جدا عن المهمه اللي احنا فيها النهارده ودايما انا اقول وكل الساده النواب وكل قيادات مصر بتقول ان الانتخابات المره دي مش انتخابات على الشخص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوحده، لا دي انتخابات الوطن، دي انتخابات الشعب المصري. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما المصريين طلبوه في 2014 وكان عنده ماده في الدستور بتحصنه لثمان سنوات، محدش يقدر يجي جنبه. وهو وزير الدفاع الرجل الاقوى انذاك في الدوله. ورجل المواطن المسلم. عمل ايه الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ قدم روحه على كفه فداء للمصريين ولهذا الوطن. انتوا اللي طلبتوه وانتوا اللي قلتوا انزل يا سيسي والنهارده بنقول كل ملايين المصريين وراك يا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن مركز الانطار الغرب تحديدا الانتصار الكبير والاكبر هيكون من هنا. الحقيقه عندنا مهمه كبيره جدا.